انطلقنا وعلى الله توكلنا ومن الله دائما وأبدا طلب التوفيق والسداد والنجاح. انطلق من قبل لحظات الشوط الثالث والعشرون المخصص لسن الحقائق الابكار، ومن ضمن انطلاقات هذا المهرجان الكبير، هذا المهرجان المرتقب والمنتظر على سيف امير البلاد المفدى تميم بن حمد الثاني، حيث توافد ابناء الخليج الى هذا المعترك الخليجي المرتقب، الى حيث الجوائز النقدية القيمة والتسعيرات المليونية التي رصدت لفائز من الأسماء الحاضرة. شوط مكتظ بالأعداد، 46 اسما مشاركا باحثا عن السيارة النقدية. أبدأ بداية إلى مقدمة الشوط لأتابع وإياكم مخيفة. راشد بن عبد الله المخرز يقدم لنا مخيفة، بينما المركز ثاني وتابع الحاضرة تكريم راشد بن صالح بن علي البريص يقدم لنا تكريم مع المركز الثاني. المركز الثالث وتابع الحاضرة والواصلة في هذه الأمتار لأتابع وإياكم هذه الشعارات الرنانة. حضرت ثالثا انطلقت ود زاهر بن فايل بن خريبيشة العويسي يقدم لنا شعاره، بينما المركز الرابع وتابع الحاضرة وصلت هتان حمد بن سالم بن سعيد بن مهيرة يقدم لنا هتان في هذه الأمتار إلى المركز الرابع. خامس الواصلات القادمة وصلت مع خامس المراكز واندفعت في هذه الأثناء. حظ جابر بن فرج بن عايض العذب المري يقدم لنا حظ، هكذا هو ندانا الأول لهذه الأسماء. بينما عودة إلى مخيفة، عودة إلى شعار المغرز من يقدم مخيفة، بينما أتابع شعار بن مهيرة يتدخل في هذه الأثناء ليقدم لنا هتان حمد بن سالم بن سعيد بن مهيرة تقدم في هذه اللحظات. المركز الثالث وتابع وصلت الأسماء إلى صلب المعركة، إلى وسط المعركة لتحلو المنافسة في هذه الأثناء. حضرت هنالك القادمة شعار العويسي يقدم لنا في هذه الأثناء ود، زاهر بن فايل العويسي يقدم ود إلى المركز الثاني. بينما وتابع الحاضرة في هذه الأثناء تقدم قدمت نجود مطر بن مبارك الحرسوسي يقدم لنا شعاره، وشعار بن عايض إلى وسط الملحمة إلى وسط المعركة ليقدم لنا بحور. أبحرت بحور لمحمد بن علي الفهيدة يقدم بحور. وصلت الأسماء، تحركت الشعارات يا أخوان، ياهي من أسماء وياهو من شوط، كم هايل وسيل جارف من الأسماء تنطلق في هذه اللحظة. أتابع الموكب المهيب يا أخوان في هذه الأمتار، بينما أتابع التحرك والوصول من قبل تكريم راشد بن صالح البريص يقدم لنا تكريم، وبحور بن عايض تتقدم في هذه الأثناء. السيارة لمن من هذه الشعارات الحاضرة؟ المركز الرابع أتابع وصلت في هذه اللحظات الرهوة سالم بن حمد بن قريع الفهيدة يقدم لنا الرهوة إلى المركز الرابع. إلى المركز الخامس وتابع إخوان لحظات، ونوافيكم بهذه البطلة الحاضرة. بينما أتابع شعار الزعبي ليقدم لنا طلايع، طلايع الناموس تاتي في هذه الأثناء مع أحمد بن حزام. الزعبي يقدم لنا طلايع، بينما العودة والكيلو متر الأخير، كيلو السيارة يا بن عايض، كيلو السيارة يا لبريا، هنالك يا البريصي والزعبي حضر في هذه الأثناء ليقدم لنا طلايع ما بين بن عايض والبريصي والزعبي في هذه الأمتار. وتابع رهوة، رهوة وصلت في هذه
هذه اللحظات وتقدمت رهوة. سالم بن حمد بن قرع على فهد يقدم رهوة، لكن العودة الى بحور، العودة الى طلايع السعبي، وصلت في هذه الامتار الصعبة وحضرت في هذه اللحظات صبا. اسهل بن نصيب بن اسهل العامري يقدم لنا صبا، يا هي من امتار الامتار الاخيرة، شوط السرعة الجنونية في هذه اللحظات. طلايع طلايع الزعبي انفردت، طلايع الزعبي حضرت في هذه الامتار الصعبة. السيارة النقدية لمن من هذه الاسماء، وتابع الحاضر اسم جديد ينضم الى وسط المعركة، العبور فهد بن محمد السويكة الهاجري، ما بين الهاجري والزعبي وكذلك. شوف الحاضرة يا اخوان حضرت هنالك واندفعت جلمودة. ناصر بن عبد الله الوهيبي، ابناء الشحانية، ابناء المملكة، ابناء السلطنة، ياهي من معركة من اجل السيارة. السويكة الهاجري يقدم لنا شعارة، الوهيبي قادم بكل قوة، ابناء المملكة، ابناء السلطنة، ابناء المملكة، ابناء المملكة، يحققون هذا الفوز وهذا الانتصار مع العبور. عبرت العبور وحققت السيارة لفهد بن مبارك بن عبد الله السويكة الهاجري. تهانينا لك يا الهاجري على هذا الناموس والانتصار المركزي الثاني. حضرت مع ثاني المراكز جلمودة ناصر بن عبد الله الوهيبي المركز الثالث. المركز الثالث طلايع حمد بن حزام الزعبي المركز الرابع. وصلت مع رابع المراكز، وصلت مع المركز الرابع رهوة سالم بن حمد بن قريع ألف هيدا. المركز الخامس، المركز الخامس وصلت صبا سهيل بن نصيب العامري. إذا تابعنا وإياكم هذا الشوط فحضرت العبور لتحقق هذا الناموس لفهد بن محمد بن عبد الله سويكة الهاجري. تهانينا على هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمني 6:01:67. تهانينا على هذا الناموس وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني حضرت مع ثاني المراكز جلمودة ناصر بن عبد الله الوهيبي. التوقيت الزمني 6:01:93. تهانينا على هذا الناموس. بينما اتت مع المركز الثالث طلايع حمد بن حزام الزعبي. التوقيت الزمني 6:01:30.